مرحبا يا أطفال، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى قصة فأر المدينة وفأر القرية. اليوم سأطرح عليكم بعض الأسئلة حول القصة ثم نجيب عنها معا. أولا، من زار فأر القرية؟ ثانيا، ماذا أعد فأر القرية لصديقه؟ ثالثا، من هجم على الفأران في الغرفة؟ أخيراً، لماذا قرر فأر القرية العودة إلى بيته؟ الآن سأترك لكم بعض الوقت للتفكير في الأجوبة ثم نجيب عنها معاً. الآن أظن أن الجميع توصل إلى الأجوبة الصحيحة، إذن هيا بنا لنجيب عنها معا. أولا، من زار فأر القرية؟ زار فأر القرية صديقه فأر المدينة. ثانيا، ماذا أعد فأر القرية لصديقه؟ أعد فأر القرية لصديقه أطباق لذيذة من قمح وحليب. ثالثا، من هاجم على الفأران في الغرفة؟ هاجم عليهما القط. أخيرا، لماذا قرر فأر القرية العودة إلى بيته؟ قرر فأر القرية العودة إلى بيته لأنه يفضل أن يعيش في القرية مع وجود الأمن على أن يعيش في المدينة مع وجود الخطر الدائم. هكذا يا أعزائي، أكون قد أجبنا على كل الأسئلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر، أترككم في أمان الله.